بالنسبة لسن الزواج ما هو السن الأمثل للزواج سواء للفتيات أو للأولاد؟ جميل، بل أنا سأطرح لك سؤال ثاني، ليس مسألة السن الأمثل للزواج، ألا تلاحظون أن طبعا هو ليس موضوعنا في الحلقة، لكن ألا تلاحظون أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وعمرها 9 سنوات يعني في النفس منه شيء عند بعض الناس ويقول يا أخي كيف شو رأيكم أنت؟ طفلة تعتبر طفلة أحيانا، إيه يعني طفلة وعمرها 9 سنوات. العجيب كنت أبحث في سيرة عائشة فوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطبها، خطبها يعني مثل ما نقول نحن حجزها، مثل ما يأتي واحد مثلا إليك وعندك بنت عمرها 13 سنة مثلا تدرس في أولى متوسط مثلا أولى إعدادي يعني بعض الدول، فيقول لك اسمع ترى فلانة لولدي إن شاء الله حاجزينها، فتقول خلاص. طبعا خلاص لا يعني أنه تزوجها، فإذا وصل عمرها مثلا إلى 16 إلى 18 يأتي ويتزوجها الزواج المعروف، لكن يسمونه حجز. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء وخطبها وعمرها 7 سنوات، يقولون فلما جاء وخطبها كانت مخطوبة أصلا، كانت مخطوبة. فقال أبو بكر يا رسول الله حي هلا وسهلا، خطبها في مكة، قال حي هلا وسهلا يا رسول الله لكنها مخطوبة وعمرها، إذا كان الوضع عندهم عادي أنها تخطب عمرها 6 أو 7 سنين. فسأذهب وأستأذن ممن خطبها، يقولون فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى الذي خطبها، فلما أقبل إلى بيته فإذا هو سكران مع أبيه وينشدان بسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما يحتاج أستأذن ما دام أن هذه أولها، اللي هذا أوله يبغض آخر ينعاف تاليه مثل ما يقولون. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه إياها، يعني تمم الخطبة، ثم لما صار عمرها 9 دخل بها. طبعا أيضا لابد أن ننتبه يا جماعة، طبيعة المرأة إذا بلغت وصار جسمها مناسبا للزواج فما الذي يمنع من ذلك؟ الآن في بعض الدول، أنا كنت أتكلم مع أحدهم أحد الإخوة فكنت أقول له أنه طيب تزوج من أحد البلدان الشام، فكنت أقول له تزوج وكذا، فكان يسألني قال طيب أتزوج كم عمرها؟ قلت يعني خذ واحدة عمرها 19-18. قال يا شيخ أخذ طفلة، كيف طفلة 18-19؟ نحن عندنا في السعودية 18-19 ربما عندها طفلين أو 3 ولا لا يا شباب؟ صحيح. إي يعني أحيانا عندنا تتزوج عمرها 15 فعمرها 18 معها طفلان، فقلت كيف يا أخي؟ قال والله الزواج عندنا 26-27 هذا السن الطبيعي للمرأة للزواج، هكذا ثقافتهم في بلدتهم. تعال إلى بعض البلدان اليوم مثلا في اليمن الزواج مبكر عندهم جدا، كذا طبيعة البلد وطبيعة النساء وحرارة الجو وطبيعة الطقس وغير ذلك يجعل الفتاة تبلغ مبكرة وتظهر عليها علامات الأنوثة وغير ذلك، وبالتالي يصح تتزوج. فكانوا في مكة أصلا العرب أساسا هذه ثقافتهم، هذه طبيعتهم، هذه عاداتهم، هذه تقاليدهم، فمن الطبيعي. فلما يأتيك واحد اليوم ويقول يا أخي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج هذه الفتاة وطفلة عمرها 9 سنوات، نقول طفلة بمفهومك أنت، لكن لا تقس الموضوع بمفهومك بعد 1400 سنة، قسه بمفاهيمهم هم. تعال انظر أصلا النساء اللي غير عائشة متى تزوجن، تعال انظر إلى حفصة تزوجت زوجها الأول عمرها كم، تعال انظر إلى سودة زوجها الأول عمرها كم، أسماء بنت عميس التي تزوجها أبو بكر بعد ما مات عنها جعفر كم كان عمرها لما تزوجها جعفر، فكان المسألة عندهم عادية.